التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المهندس طارق قابيل وزير الصناعة ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية لمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطة الحكومة لتنميتها وتطويرها. كان رئيس الوزراء قد التقى في وقت سابق اليوم عددا من الوزراء السابقين الذين شملهم التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان أمس. هذا وقد أكدت مصادر لأون لايف أن الوزراء الجدد في حكومة الشريف إسماعيل ستؤدي اليمين الدستورية أو القانونية أمام رئيس السيسي غدا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محسن سميكة المتخصص في شؤون الرئاسة. أستاذ محسن، أهلا بك معنا في أون لايف. يعني ما هي آخر الأخبار بخصوص الموعد المقرر لأداء اليمين القانونية للوزراء الجدد، خاصة في ظل تصريحات كانت منسوبة إلى المتحدث باسم مجلس الوزراء سيادة السفير أشرف سلطان، قال إن لم يتم تحديد، ربما يتم في أيام مقبلة. كل التحية لحضرتك ولكل مشاهدي اون لايف. بالتأكيد بحسب مصادر رسمية انه ان شاء الله غدا باكر هيكون حلف الاوداء اليمين للتسع وزراء الجدد والثلاث نواب امام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، اعتقد انه هيكون في ساعة مبكرة. هيقوم اكتمال هؤلاء الوزراء الجدد والنواب مع رئيس الحكومة المهندس الشريف اسماعيل استعراض خطة العمل واستراتيجية هؤلاء الوزراء في وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة أو طرح رؤية عامة حول هذا الأمر. لم يتأكد إن كان هيكون لهم لقاء بالفعل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا، ولكن لهم لقاء بالتأكيد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. هذا ما يتعلق بالوضع الحكومي. ما يتعلق بالوضع الرئاسي، النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده لقاءين مهمين. الأول هيكون مع مديرة منظمة اليونسكو إيرينا بوكافو اللي هي المديرة الحالية اللي هتنتهي ولايتها للمنظمة في وقت قريب، وإن شاء الله تكون المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب على موعد مع هذا المنصب الهام. نتمنى لها طبعا كل التوفيق. هذا اللقاء يستعرض مجموعة من القضايا المتعلقة بالإقليم بشكل عام وفي الشرق الأوسط والعديد من الملفات. هيعقبه لقاء مع سكرتير عام الأمم المتحدة في جولته الهامة لمنطقة الشرق الأوسط، القاهرة من أهم العواصم اللي يعني تواجد فيها. يكون في لقاء مهم مع الرئيس السيسي لاستعراض مختلف الأوضاع أيضا في منطقة الشرق الأوسط ومصر ومكافحتها للإرهاب بشكل كبير وعلاقتها بالدول الأفريقية والعربية مؤخرا ومشاركتها في مختلف المحافل وأيضا عضويتها الغير دائمة في مجلس الأمن، وتبني العديد من القضايا في هذا المحفل ورئاستها العديد من اللجان والقضايا المتعلقة بالقارة السمراء مؤخرا ومشاركتها القوية والفعالة الأخيرة في الأمم المتحدة. هيعقد هذا اللقاء في الثالثة عصرا تحديدا لمؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة في قصر الاتحادية في الثالثة مساء. المفترض أنه هيكون سكرتير عام الأمم المتحدة موجود في جامعة القاهرة لإلقاء خطاب حول أيضا مختلف الأوضاع والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وأعتقد أنه هيطرح من خلاله رؤية عمله كسكرتير عام الأمم المتحدة جديد. بالمناسبة مصر كانت من أولى الدول اللي دعمت هذا المرشح وأعلنت تأييدها له منذ إعلانه بشكل صريح. مفهوم. ضمن ثلاث مرشحين كانوا موجودين على هذا المنصب، كان مصر من ضمن أو من أقوى الدول اللي دعمت. تفضل. نعم، شكرا لك أستاذ محسن سميكة المتخصص في شؤون الرئاسة.